هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن في ارتفاع ملحوظ النهاردة في درجات الحرارة العظمى في القاهرة النهاردة 16، وكمان في شبورة مائية. طمنينا أكتر ودينا تفاصيل أكتر عن حالة الجو. هو طبعا بالفعل اليوم هيكون في ارتفاع ملحوظ ومؤقت في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، لأن اليوم بشكل كبير هنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، فده هيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة. كمان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وده اللي هيخلي في ارتفاع في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 لـ4 درجات، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 26 درجة مئوية. أغلب المناطق هيكون فيها ارتفاع بما فيهم طبعا السواحل الشمالية، عشان كده إحساسنا بالطقس اليوم خلال فترة النهار هيكون طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، وأيضا بعض المناطق من جنوب سيناء. طقس نقدر نقول دافي على السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حار على جنوب الصعيد، ده هيكون فترة النهار وخاصة في فترة الظهيرة. لكن مع غياب طبعا أشعة الشمس وانخفاضنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز 10 درجات أو 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، ممكن كمان 15 درجة مئوية في محافظات الصعيد. أجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة في معظم المحافظات، وخاصة كمان في فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. ونأكد أن المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكتر من المناطق الداخلية. كمان طبعا الشبورة المائية كانت اليوم مؤثرة بشكل كبير، وخاصة في المحافظات الشمالية أو على السواحل الشمالية الغربية. شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي طبعا لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية تبدأ في التلاشي، ساعة بالكثير والشبورة المائية تختفي تماما من على أغلب الطرق، ورؤية تتحسن على كافة الأنحاء. بالإضافة كمان اليوم نشاط رياح هيكون محدود في بعض الأماكن من جنوب سيناء، وهو نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، هيحسسنا بالبرودة فترات المساء ساعات الليل. متوقع من غدا الأربع ترجع تاني قيم درجات الحرارة للانخفاض وترجع للمعدلات الطبيعية، ويمكن على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 22-23 درجة مئوية، ده عظمى فترة النهار، وده تعتبر المعدلات الطبيعية، لأن احنا خلاص بدأنا شهر 3 اللي معروف مناخيا إن معدلات قيم درجات الحرارة بتتجه نحو الارتفاعات، لأن الفترة دي كمان هي فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع، دايما بيحصل تباين واختلاف في قيم درجات الحرارة من يوم للتاني. يعني يوم نشوف ارتفاعات زي النهاردة، أيام أخرى بيكون فيها انخفاضات، لكن في مجمل الأجواء بتكون أجواء معتدلة أو أجواء دافية فترة النهار. اللي بنأكد عليه دايما في الفترة دي من السنة هو عدم تخفيف الملابس، عدم التخلي عن الملابس الشتوية. ما زلنا في برودة في فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، بعض الأيام هيكون فيها انخفاضات في قيم درجات الحرارة، فتجنبا لنزلات البرد يرجع عدم تخفيف الملابس طبعا على مدار اليوم كله، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية حتى تستقر قيم درجات الحرارة، وده مش هيكون قبل نهاية شهر 3 بإذن الله. مهم كمان مع وجود الشبورة المائية تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، ونتابع النشرات الجوية لأن دايما الفترة دي بيحصل فيها تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس. صحيح.
بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15، والعاصمة الإدارية 26-14، الإسكندرية 26-13، والعلمين الجديدة 23-12، مطروح 23-12 أيضا، دمياط 24-13، بورسعيد 22-15، والإسماعيلية 27-12، السويس 26-13، والعريش 24-12، كاترين 20-4، وطابة 24-15، حلايب 24-18، وشلاتين 28-17، شرم الشيخ 27-18، والغردقة 26-16، الفيوم 26-12، وبني سويف 27-12، الوادي الجديد 30-14، وأسيوط 26-11، سوهاج 28-13، وقنا 30-14، الأقصر 31-14، وأسوان 31-15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي والجمانة ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.